محمد اليوم شنو مطالبكم؟ طلعتوا تظاهرات، قابلتوا مسؤولين، شنو كان ردهم كلامهم لكم؟ طبعا طلعنا تظاهرات مركزيه ببغداد، طلعنا تظاهرات كذلك بالمحافظات، لكن للاسف ماكو اي استجابه، ولا مسؤول استقبلنا ولا مسؤول التقي بينا وقال شنو مطالبكم، شنو مظلوميتكم. احنا مطالبنا واضحه، اربع مطالب اساسيه. اللي هي المطلب الاول تضمين فقره بمواد 2023 تعيين العلوميين. المطلب الثاني هو تطبيق الحذف والاستحداث اللي بوزاره الصحه نسبته 25%. اجراء التقاطع الوظيفي، ست هذا التقاطع الوظيفي اللي بحد ذاته مشكله. يعني اليوم مثلا وزاره الصحه معطيه 3000 درجه وظيفيه. نعم. راح يقدم وياك ابو العقد، راح يقدم وياك المحاضر عفوا، راح يقدمون وياك يعني المتعينين اغلبهم. فما يبقى نسبه للعاطل عن العمل الا نسبه قليله، يعني 3000 درجه، وهاي كل الفئات جاي تقدم وياك. فما يبقى للعاطل عن العمل اي نسبه، يعني تقريبا لو 1000 لو اقل من 1000، وهاي مظلوميه بحد ذاتها. نعم. زين، قابلتوا مسؤولين؟ التقينا بنواب ورفعنا كتب ورفعنا طلبات للجهات الرسميه لوزاره الصحه، شنو كان ردهم لكم؟ ردهم شنو كان لكم؟ انه فقط تسويف. يعني مجرد وعود. مجرد وعود كاذب، لحد الان ما في تطبيق فعلي على ارض الواقع. نعم، زين، ايش قد عدد التظاهرات اللي طلعتوا بيها؟ طبعا تقريبا ببغداد ما يقارب 3 تظاهرات. زين. بالاضافه للتظاهرات الاقضيه والمحافظه. هاي 3 تظاهرات يعني ماكو مسؤول قاعد وياكم متفاهم شاف شنو مطالبكم؟ لا ابدا نهائيا ما في اي مسؤول تقبينه. نعم.